الذكرى اللي بقات لنا هي اننا كشول درنا فورماسيون، عاودنا كاع من جديد، درنا ستيل جديد اللي هو لا كوميدي نوار، درنا كوميدي سيتياسيون وين كان كاين هذاك التناسق بيناتنا بين لي زارتيست. ونشكروا ثاني الناس اللي كانت مشرفه على العمل هذاك اللي هي اولتها مدير الانتاج لقناه شروق هو حسين فرجي رزقي، ثاني نحيي بالمناسبه اللي كان مكلف بالانتاج، والمخرج تاعنا بيان سور اللي هو ابالا، دارنا يعني لمنا ودار هذيك ليكسبيريونس اللي خلاتنا اننا نعيشوا اجمل لحظات في التورناج. وجيت وزرتونا انتوما ثاني كغنات شروق بيان سور كانت حضرت. شو شو الحاجه اللي بقات في ذهنك والحاجه اللي تفكرها؟ انا كاين بزاف صوالح تفكرهم، مي الحاجه اللي نتفكرها نهار اللي كثرت علينا لابريسيون، هذيك اللقطه كاع ما نساهاش، نهار اللي كثرت علينا لابريسيون والمخرج نرفع علينا، من بعد من مور هذيك لاسير اللي صرات لي كوميديا كاع عجبوني، شو الخرج وش عندهم، وهذيك هي اللي كنا نحوسوا عليها، هذيك الحاجه كاع ما نساهاش. كما قال لك انس نشكر كاع القائمين على العمل، رزقي مدير الانتاج حسين فرجي، نشكر قناه شروق واخرتهم ابالا. وما ننسوش واحد قال لي تفكرني يوسف بن جباره، قال لي تفكرني، ما ننسوش يوسف صالي. فاتح نسقسيك ثاني، اجمل اللحظات اكيد جوزتوها، شنو هي الحاجه اللي تبقى دائما؟ انا توحشت لي نرجي، توحشت لي نرجي، كانت عندنا لي نرجي، كنا متعاونين، كنا نقصروا، كنا نضحكوا، كانت اللمه شغل هذيك اللي عطاتنا شغل لي نرجي باش نلعبوا اغايه وما نحموش من بعضانا. وما ننساوش باش المخرج تعب معنا بالبزاف، انس ثاني يعطيك الصحه تعب معنا بزاف، كان يديريجينا والحمد لله، ان شاء الله ماذا بينا استعاد.